السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. رياض حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، بابا 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 جول، حطها في الجول يا رياض. هذا هو رياض محرز، حطها في الجول يا رياض. هذا هو رياض محرز اللي قالوا لنا باللي يودي رياض محرز راه ما كان والو والسيتي كبيرة عليه. اليوم رياض محرز خلاص ما بقاش هضره، محرز ما بقاش هضره، صاي 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 مان اوف ذا ماتش، رجل المقابله باعلى تنقيط. وينو سيرلينغ اللي كسرتونا راسنا؟ استيرلينغ 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 هو اللي يدير كلش في السيتي، استيرلينغ هو البطل للسيتي، استيرلينغ يدافع، استيرلينغ يهاجم، قلبتونا اكثر من ميسي ورونالدو. اليوم محرز يبروفي خويا العزيز، محرز محرز ليسر رجع. نعم محرز ليسر راهو راجع، راجع قوة. كي كنت نقول العام اللي فات باللي محرز لو يلعب الشامبيونز ليغ يدير حاجة، الحمد لله محرز يبين. هذا محرز كون لعب دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات، لعب مع توتنهام في الروتور، كانت معطيات تتبدل، معطيات تتبدل. إيه بصح مش تحب غوارديولا لازم يحابي الانجليز ولازم يعاون الانجليز على جال سيرلينغ، يربح من جهه يربح الانجليز باش ما يدوروش عليه. اذا رياض محرز برافو برافو، غرون شابو ليه. رياض محرز متعه، لي باس، الاهداف، الهدف مخالفه، ماد ان رياض محرز، ماد ان رياض محرز، صناعه رياض محرز. وزيد كاينه حاجه في المخالفه، كان متفاهم زعما وحبس ورجع وحبس باش يعاود يروبيها، يعني يعطيها المدافع باش يسجلها ولا بصح هو لعبها ديريكت. شغل خدعه، اللي شاف الماتش يعرف شغل دايرينها خدعه. لي باس هاكم، هاك سيرلينغ فاسا فاسي راتي، هاك يا غوندوغان فاسا فاسي راتي، هاك يا دي بروين فاسا فاسي راتي. واش يزيد هذا محرز؟ كلش دارو مورا وغات وراوا تمريرات حاسمه ومد مد بالهبل مورا وغات. قلنا ودار لي دريبل ما تشبعش، لي باس ديسيزيف ما تشبعش، اهداف وسجل. واش تحوسو اكثر من هذا محرز؟ واش عايزيدك محرز اكثر من هكا؟ محرز غرون شابو ليه. محرز اليوم بين، مش اليوم من بكري بين. محرز مقابلة نورويج سيتي وتوتنهام دفع ثمن غوارديولا، الفلسفة الزايدة والخوف، هاي النتيجة بات. ايفرتون ماشي حومة، وايفرتون شراو لاعبين من مستوى عالي، شاريين اتاكون تاع لا يوفي هذاك، شاريين عندهم لوكاديني اللي كان يلعب في البارسا اللي بهذوا اليوم محرز. لوكاديني يلعب في البارسا بهذوا محرز، ومحرز قال لك السيتي كبير عليه. لوكاديني اللي كان يلعب في البارسا لاعب الفيرنسي، اليوم محرز بهذوا، ومحرز مش يلعب في البارسا، كي راح للسيتي قالوا عليه السيتي كبير عليه، وقالوا غوارديولا يغلط. الادله كاينه كناس نرجعوا لها، قالوا غوارديولا يغلط، كاين لي جوار ما حقهمش يجيبهم، نحكوا على السيتي ما نحكوش على البرصا. هاو اليوم واش تقولوا؟ لا محرز يغلط، غوارديولا يغلط، يغلط كي ما دارش الثقه في محرز. وي مش يغلط على فكركم انتوما، يغلط كأن كي جاب محرز، لا لا غلط كي ما لعبش محرز، غلط كي ما عطاش الثقة في المحرز، غلط كي ما لعبش محرز في دوري أبطال أوروبا، وين النتيجة بانت؟ غلط كي ما لعبش محرز في مقابلة توتنهام، وداروا تعادل في في استاد الاتحاد، استاد سيتي، يغلط، وغلط مقابلة نرويج سيتي، ودفع ثمن غالي، مقابلة نرويج سيتي برك. ما نحكوش على توتنهام، نقولوا توتنهام فريق قوي. مقابلة نورويج سيتي لو جات ثلاث نقاط
ما كانش يكون الفارق كبير بينه وبين ليفربول. الان الفارق بينه وليفربول والسيتي 5 نقاط. بسبب واه؟ بسبب الفلسفه الزايده ومحاباه الانجليز. ها النتيجه وصلت. اذا غوارديولا غلط في حق محرز، غلط كثيرا في حق محرز، ومحرز راه يبروفي بروفي اليوم باس. الهدف الاول اللي ماركاه جيسوس خيسوس ولا جيسوس جا منه هو، جا من رياض محرز. بدا دريبلا لاعب الدولي الفرنسي اللي يلعب في برشلونه، كان يلعب في برشلونه بهدو اللي يلعب في برشلونه ويبهدو. كيفاش تقول لي هذا السيتي كبير عليه؟ ولا الغيره تهدر، الغيره تهدر. تميتو عقب والناس هاو، الناس ريح خلاص، والناس احسن لاعب في الجزائر في افريقيا في العالم يطيرها المحرز. توا بكم غيره من محرز، بكم غيره من محرز، والناس لاعب كبير ونفتخروا به. بصح ما تقارنش حاجه، لا تقارن اصلا. والناس قلنا محرز والو والو، والناس جروند والو، والناس وشوفوا الناس وراح. العين حق، العين حق، ها هو الناس وراح. شهر ونص ما يلعبش، ممكن يدير عمليه جراحيه، واسكو يرجع في الفورم ولا ما يرجعش. اخطيو اخطيو اللاعبين هذا بالبيناسيونو، احكي قيمهم كفالور وش قدم في الميدان. اخطيكم من هذه البغض والحسد، واحد يضرب واحد، تضربوا هذا بمحرز بالناس ولا والناس بمحرز، والناس لاعب كبير ومحرز لاعب كبير، ويجي نهار يدور على والناس. واو قريب، او قريب يجي نهار يدور على والناس. والناس حبيت نشوف انا الصحافه، كاين صحفيين في البلاطوات، مش نحكي على المحللين، نحكي على الصحفيين. كاين صحفيين في البلاطوات يهضروا بوجه صحيح عادي نورمال. قال لك صلاح نورمالمون يديروه ترويزيام بعد ميسي رونالدو. انا عليه جيم صلاح قدام النقاط 3، التنقيط نتاعو في المقابله 3، فصفاص راه طاح مع منه، شو مع برسا لعب ولا الريال ولا جوفنتيس، مع شيفيلد يونايتد صاعد جديد للبريمير ليغ، فصفاص راه طاح بدا 3 نقاط نتاعو. بصح شوف الكلوب ما حبش يخرجوا، كمل به المقابله. لو جا غوارديولا تحطم صلاح خلاص، ما قالوش انساه صلاح طول. ها الفرق بين المدربين، كون جا محرز يلعب عند كلوب تشوفوا محرز حاجه اخرى، عنده امكانيات. سطاح في اونترنير حقار، خاصه نحكي على العام اللي فات، نحكي كلامي واضح، حقار صلاح اوت. وينو صلاح اللي كنتو تفخروا فيه؟ وينهم اللي قلتولنا كاين ميسي ورونالدو بعد يجي صلاح؟ وينكم؟ نحكي على الصحافه مش نحكي المحللين، على بالي يكرهوا محرز، عندهم عقده من محرز. محرز يبقى كبير عليكم، تكرهوه ما تكرهوش، يبقى جرون جوار ويبقى فنان محرز. انا نحكي على اللي يقولوا بلي رانا حنا صحفيين. الصحافي تقارن تحط ميسي ورونالدو بعد يجي صلاح، وراح دي بروين، وراح واسمه ازار، وراح كونتي، وراح وش اسمه تاع جاريث بيل كي كان في، نقولوا كي كان في وقته. لاعبين كل هذا ما تعرفوهمش، ما يلعبوش. هيغواي نقولوش هيغواي، دي ماريا، مبابي، هذم كل ما مش نيمار، هذم كل ما تعرفوهمش. تعرفوا لا صلاح تروازيام صلاح، سيدكم صلاح اليوم انا شفناه تك عيب. انا افتخر بولد بلادي ومن حق المصريين يفتخروا بولد بلادهم. بصح ما نجيش نقار نحي اللاعبين العالميين كامل نمحيهم ونجيب صلاح هو المرتبة الثالثة. والصحفيين المعروفين عارفين رواحهم مش أول مرة، وقالوها، قالوا صلاح يستاهل، هو جد أحسن لاعب في أوروبا. العام اللي طاح ما داتش الشامبيونز ليغ ليفربول، مش نحكي على العام اللي فات كي داتو، العام اللي قبله لحقت لا فينال مع الريال وخسرت. قال لك هو يستاهل أحسن لاعب، لا رونالدو لا ميسي لا يديك لا يجيبك، صلاح أحسن لاعب. وقالوها في التلفزيون وكاين التسجيلات وكاين الفيديوهات. عيب عيب، مستوى ورانا واصلين. محرز اليوم يسكت كل الافواه، محرز يبين باللي احسن لاعب، احسن لاعب جزائري محترف في اوروبا. وراح نقول لكم مفاجاه، ممكن راك تفاجئكم. محرز البالون دور اللي يديرها الهداف مش عيدها، انا قلت لكم وتم دبرت. الى دخلت امور اخرى ولا ظروف خارجيه الله اعلم،
الا بقى الامور كيما راهياك ما يعطوهالوش، ما كاين ما خير منه، كاين حبابنا ما خير منه، كان يلعبوا في الخليج احسن من محرز. المهم احنا قلنا لكم باللي محرز ماهوش عيدي بالوندور تاع الهداف، راح يديها جماعة في الخليج ولا احبابها، امور واضحه الا اذا دخلت معطيه جديده الله اعلم. اذا محرز يسكت كل الافواه، محرز رجل مقابله، مان اوف ذا ماتش، محرز فيه شيء من لسه الراجع، محرز لسه الراجع بقوه. فالاخير خلت ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.